السلام عليكم ورحمة الله نشرة أخبار من قناة يو تي في في العاصمة كييف معكم محمد زاوي وفي البداية أبرز العناوين في ظل فشل سحب القوات بريطانيا تحذر من انهيار هدنة الحديدة وسط احتجاجات ضده الرئيس الجزائري يعرض ترك السلطة خلال عام في حال انتخابه وفي النشرة أيضا عبر جداريات بالشوارع أطفال اليمن الجوعى يحدقون في سكان صنعاء أهلا بكم في البداية حذر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت من أن اتفاق السلام بشأن مدينة الحديدة اليمنية قد ينهار خلال أسابيع وذلك خلال زيارته لليمن وقال هينت إن ثمانين ألف طفل في اليمن ماتوا بالفعل بسبب الجوع وأن أكثر من عشرين مليون شخص آخرين على حافة المجاعة ولم تطبق الحكومة اليمنية أو الحوثيون خطة للسلام رعتها الأمم المتحدة تقضي بالانسحاب وإعادة نشر القوات حول مدينة الحديدة الساحلية ويعد ميناء الحديدة شريان الحياة الرئيسي لنحو ثلثي سكان اليمن التي تقف على حافة مجاعة. <applause> انا اول وزير خارجيه غربي يزور اليمن منذ بدايه النزاع منذ اربعه اعوام، والسبب بسيط جدا لان اتفاق ستوكهولم وهو الطريق الوحيد الى السلام، يمكن ان يكون ميتا في غضون اسابيع اذا لم نرى تقدما حقيقيا في ازاله القوات من ميناء الحديده، وهذا يحتاج الى قدر كبير من المخاطره من جانب كل من الحكومه اليمنيه والجانب الحوثي للقيام بالفعل بما اتفقوا على فعله في في ديسمبر الماضي قال مدير الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري إن بوتفليقة الذي واجه احتجاجات حاشدة بعد عشرين عاما في السلطة سيخوض الانتخابات المقررة في أبريل نيسان المقبل وقال الإعلان الذي تلاه عبد الغني زعلان نيابة عن بوتفليقة إن الرئيس تعهد بإجراء انتخابات مبكرة خلال عام يأتي يعني هذا في وقت شهدت فيه العديد من المدن الجزائرية احتجاجات واسعة على ترشح الرئيس الجزائري لفترة رئاسية خامسة حيث تظاهر عشرات الألاف من المحتجين في أنحاء الجزائر طوال يوم الأحد مطالبين بوتفليقة بعدم تقديم أوراق ترشحه في الانتخابات المقررة في الثامن عشر أبريل نيسان تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة طبقا للأجندة التي تعتمدها الندوة الوطنية المستقلة اتعهد انني لن اكون مترشحا فيها اتعهد اتعهد انني لن اكون مترشحا مترشحا فيها من شان هذه الانتخابات ان تضمن استخلافي في ظروف هادئه وفي جو من الحريه والشفافيه ستحدد ستحدد الندوه الوطنيه هذا هذه تاريخ الانتخابات الرئاسيه المسبقه اعلنت وزاره الخارجيه الامريكيه في بيان ان, أن قرار الولايات المتحده خفض تمثيلها الدبلوماسي لدى الفلسطينيين دخل حيز التنفيذ من خلال دمج قنصليتها في القدس مع سفارتها لدى اسرائيل القنصليه الامريكيه في القدس مثلت بحكم الامر الواقع سفره لدى الفلسطينيين منذ توقيع اتفاق اوسلو في تسعينيات القرن الماضي قرار انشاء بعثه دبلوماسيه واحده في القدس اعلن في اكتوبر تشرين الاول الماضي من قبل وزير الخارجيه الامريكي مايك بومبيو الامر الذي قوبل برفض فلسطيني واسع اعتبره انحيازا تاما نحو اسرائيل اعلنت السلطات الامريكيه ان 23 شخصا لقوا حتفهم واصيب 40 اخرون بسبب اعصار عنيف ضرب ولايه الاباما في جنوب شرق البلاد وذكر مسؤولو فرق الإنقاذ والطوارئ أن الإعصار تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن عشرة ألاف منزل في الولاية وأفادت السلطات المحلية بأن إعصارين شديدين ضرب المنطقة السكنية بشكل متزامن ما أدى إلى تدمير العديد من المباني السكنية وإلحاق أضرار كبيرة بخطوط الكهرباء واقتلاع الأشجار يذكر أن سلطات الولاية قررت إغلاق جميع المدارس فيما تواصل فرق الإنقاذ مع الشرطة المحلية البحث عن المفقودين. ذكرت السلطات المحلية في كينيا أن أربعة أمريكيين وطيار كيني قتلوا عندما تحطمت مروحيتهم بعد إقلاعها بفترة وجيزة في شمال البلاد. ويذكر ان المروحيه المملوكه لنائب الرئيس الكيني كانت قد اقلعت من الحديقه الوطنيه في جزيره سنترال ايلاند متجهه الى العاصمه الكينيه نيروبي هذا وما تزال فرق التحقيق تعمل في الموقع ولم يعرف بعد سبب تحطم الطائره أجرى الحرس الوطني في أوكرانيا تدريبات عسكرية وفقا لمعايير النيطو في تمشيط المباني العاصمة كييف كانت مسرحا لهذه التدريبات التي سمع فيها انفجارات وإطلاق نار واقتحام للمباني كيف يقوم العسكريون بتمشيط المباني التفاصيل في التقرير التالي خلال الإعلان عن ضرورة الإخلاء عبر الجهاز اللاسلكي تقدم الإسعافات الأولية للمصاب في المكان على الفور بعد أن فقد كمية كبيرة من الدماء روميو ثلاثة يجب إجلاء الجريح تنقل المجموعة الجريحة إلى الأطباء كل شيء كما هو في الواقع بنادق كلاشينكوف حقيقية وسترات واقية ودروع يزن كل منها 25 كيلوغراما آه. في, آه. في مبنى غير مكتمل مكون من أربعة طوابق يجري الحرس الوطني تدريباته منذ الصباح الباكر ويشد انتباه الكثير من سكان القرية وعلى وجه الخصوص الاطفال، وكيف لا وامام اعينهم تقوم مجموعة مسلحة باقتحام مبنى تحت غطاء عربة مدرعة، في حين تسمع في المبنى نفسه اصوات دوي انفجارات. اعجبني الامر فلقد انفجرت القنابل هناك. يمشط رجال الحرس الوطني المبنى من الداخل، ووفقا للخطة هو مبنى اداري استولى عليه المسلحون ولقد قطعوا الطريق الى الطوابق العليا بواسطه المتفجرات المصنوعه يدويا والكمائن المموهه لا يمكن لمجموعه واحده ان تقوم بالتمشيط فهناك الكثير من الزوايا المغلقه غير الخاضعه للسيطره والتي لا يمكن ملاحظتها على الفور قائد الفصيله الملقب بالبروفيسور شارك في مناوبتين في دونباس ويتحضر للثالثه يقول ان السلطات المحليه سمحت بتنفيذ التدريبات في المكان الماهول وانهم يتدربون بهذه الطريقه على تكتيكات القتال في المدن تستعد أجهزة السلطة لإعادة المناطق من جديد وفي الدور الأول المدن والقرى وسيتطلب ذلك عبورها وتمشيطها وسيتقدم الجزء الأكبر من القوات المسلحة عبر الحقول ومهمتنا نحن تحديدا الحرس الوطني وقوات الأمن الداخلي وجهاز أمن الدولة هي تمشيط القرى والمدن والوصول إلى الحدود لأول مرة يستخدم الحرس الوطني في التدريبات معايير حلف الناتو في نظام تخطيط العمليات يخطط القادة كل خطوة سيقوم بها الجنود ندرس المكان والسكان والقوات والقدرات وكم نحتاج من الوقت من بعد ذلك يصدر امر تنفيذي وفقا لنموذج الناتو والذي نتصرف بموجبه يراقب تكتيكات تحرك المجموعات اثناء اقتحام المبنى خبراء من مركز التدريب الدولي باتريوت وهم يدخلون الى تدريبات الحرس الوطني التجربه القتاليه للولايات المتحده واسرائيل. الامر العسكري وفقا للناتو يصدر مفصلا ومتتابعا لا يمكن الانتقال من واحد الى اخر او تخطي عنصر ما منه هذا وستجري التدريبات على القتال في المدن حتى صيف عام 2019. إلى مناطق الصراع في شرق أوكرانيا حيث أعلنت قيادة القوات الموحدة عن انتهاك قوات الاحتلال الروسية لوقف إطلاق النار مرتين خلال 24 ساعة الأخيرة في إقليم الدنباس وأشار البيان الصحفي للقيادة العسكرية الأوكرانية إلى أن استفزازات القوات الروسية كانت باتجاه المواقع الأوكرانية في المناطق الساحلية حيث أطلق المسلحون قذائف الهاون على بلدتي ليبيدينسكي وفوديان دون وقوع إصابات وأكد بيان القوات الموحدة إصابة جندي أوكراني بجروح يوم أمس وأن المرتزقة خرقوا وقف إطلاق النار تسع مرات مستخدمين الأسلحة المحظورة بموجب اتفاقات ميسك وأفاد المتحدث العسكري باسم القوات الموحدة بأن العدو أطلق نحو مئة قذيفة على المواقع الأوكرانية في بلدة باباسنا بإقليم لوهانسك ومنطقة أزوف بإقليم دونيتسك. وفقا للاستخبارات العسكريه الاوكرانيه فقد قتل اثنان من المسلحين واصيب اخر بجروح كما اسقط الجيش الاوكراني طائره بدون طيار تابعه للعدو <applause> القصف الأعنف والأطول كان على بلدة ليبيدينسكي حيث استهدفها العدو من بلدة أوشوفكا المحتلة ولأكثر من ثلاث ساعات ونصف بقذائف المدفعية والدبابات من عيار 122 ملم وكذلك بقذائف الهاون من عيار 120 ملم بالإضافة إلى الصواريخ المضادة للدبابات إلى موضوع البحار الأوكرانيين الأسرى حيث تمر مئة يوم على اعتقال البحارة الأوكرانيين من قبل القوات الروسية في المياه الدولية بالبحر الأسود أقارب الأسرى قاموا بإنتاج فيديو دعما لهم خلال تواجدهم بالأسر الروسي للتذكير فإن قوات الأمن الروسية اعتقلت في 25 نوفمبر 2018 24 بحارا أوكرانيا كانوا على متن ثلاث سفن في المياه الدولية بالبحر الأسود السفن الثلاث كانت متجهة من ميناء أوديسا إلى ميناء ماريوبول قبل أن تطلق القوات الروسية النار عليها روسيا تتهم البحر الأوكرانيين بعبور الحدود بطريقة غير شرعية تطالب أوكرانيا والمجتمع الدولي بأن تفرج روسيا عن أسر الحرب الأوكرانيين في الرياضة تمكنت أوكرانيا من زيادة عدد الميداليات في اليوم الأخير من البطولة الأوروبية لألعاب القوى حيث أحرز لاعب المنتخب الأوكراني ميداليتين أخريين. فازت مارينا بيخو رومانشوك بالميدالية البرونزية محرزة المركز الثالث في الوثب الطويل بست أمتار وأربع وثمانين سنتيمترا كما تمكنت أولغا ليخوفا من انتزاع البرونزية في سباق 800 متر للسيدات بوقت ثلاث دقائق و24 ثانيه يذكر ان حصيله المنتخب الوطني الاوكراني ومع انتهاء منافسه البطوله الاوروبيه بلغت اربع ميداليات. الهمت صور مروعه التقطت في الاونه الاخيره لاطفال جوعى في اليمن الفنانه اليمنيه هيفاء سبيع لاستخدام ابداعها في تسليط الضوء على قضيه الجوع في بلدها الذي تمزقه حرب ضروس. سمت الفنانة جداريتها طفل من عظام ورسمت فيها أما تحمل ابنها الذي يعاني سوء التغذية وجاءت جدارية هيفاء سبيع حول الجوع في إطار حملتها ضحايا صامتون حيث رسمت لوحات جدارية أخرى تسلط الضوء على محنة اليمنيين منذ بدء الحرب وتفيد تقارير الأمم المتحدة بأن زهاء عشرة ملايين شخص على شفا المجاعة في اليمن اليوم هو النزول الثاني عشر لحملة ضحايا صامتون موضوع النزول هذا الأسبوع هو عن المجاعة يتي بعنوان الطفل من عظام لأحد الأطفال المتضررين من المجاعة في الحديدة والطفل مع والدته رأينا العديد من الصور المأساوية والفيديوهات التي تصور المجاعة في الحديدة وهي تعتبر الأشد في التاريخ حسب التقارير الصادرة من الأمم المتحدة هذه المجاعة وهذه الحرب يعني دمرت كل شيء في اليمن الرسم هو لغة عالمية تصل لكل الناس من خلال الرسومات التي ابدعتها ريشة هؤلاء المبدعون استطاعت أن تجسد الحالة التي يمر بها اليمن من حصار وجوع وتقتيل ما يتركه هو العدوان من دمار في مختلف مناحي الحياة ختام نشرة اليوم مزيد من الأخبار العالمية والأوكرانية تجدونها على موقعنا الإلكتروني uitv.ua كما يمكنكم متابعتنا والتواصل معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستغرام ويمكنكم مشاهده تقاريرنا مشاهده تقاريرنا ونشراتنا عبر اليوتيوب اشكركم على حسن المتابعه ودمتم في رعايه الله